بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنكمل كورس البي اتش بي ابلكيشن مونسترز بتاعنا، وتكمله بالظبط المحاضره اللي فاتت هنعمل انستول زي المره اللي فاتت بالظبط لللوكال ديفلوبمنت انفايرمنت تولز بتاعتنا على الويندوز. لو انت ما شفتش المحاضره اللي فاتت عشان مكتوب جنب التايتل بتاعها لينكس، فعايز اقول لك ده اخر المحاضره بس اللي فيها جزء بسيط لينكس كده، اللي هو الانستول بتاع الويب سيرفر، لكن لازم تشوفها عشان تفهم احنا بنعمل ايه. ببساطه كده احنا بنعمل انستول او بنعمل تثبيت للادوات اللي هتشغل لنا البي اتش بي، لان البي اتش بي بتحتاج مترجم علشان يشغلها. طيب لو ما فيش المترجم ده البي اتش بي مش هتشتغل ومش هتعرف تفتحها متصفح، مش زي الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت، هي خالص نهائي، تمام؟ فبالتالي كده محتاج الحاجات دي علشان تشغلها. طيب احنا قلنا ان احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ويب سيرفر، وقلنا من انواع الويب سيرفر عندنا الاباتشي والانجينكس. فاحنا المره دي هنعمل انستول للايه؟ للاباتشي والماي اس كيو ال مع بعض علشان نقدر نشتغل عليهم. في لينكس احنا عملنا حبه حاجات كتير كده معقده شويه، لكن في الويندوز الموضوع سهل خالص. طيب ازاي الموضوع سهل؟ عايز اقول لك ان الموضوع مفيش ابسط منه حرفيا. مجرد ان انت هتفتح بس صفحه ويب عاديه خالص كده، تمام، وهتكتب بالظبط كده اكزامب. طيب هتقول لي انا عارف البرنامج ده وفي مشاكل كتير بتواجهني وفي بلا 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 بلا، للناس اللي طبعا اشتغلت قبل كده كتير. مجرد ما هتدوس بس داونلود في للويندوز واللينكس والاو اس الماك، هتيجي هنا هتكتب وامب. ده جميل جدا وما فيهوش مشاكل وما عندوش اي مشكله. وفي عندنا مامب بس. التلاتة دول عندك نفس الوظيفة، نفس الحاجة، نفس الشكل، وبصوا اسهل مما تتخيل. فلنفترض ان انت حملت اكزامب، هتلاقي تدوس عليه اتنين كليك نيكست نيكست انستول وخلاص هيفتح معاك او هيتعمل له انستول وخلاص. طيب ازاي بقى ان انا اشغله؟ يعني ازاي ان انا اشغل اكزامب؟ مجرد بس ما هيبقى موجود عندك على الديسكتوب. ماشي ماشي، موجود على الديسكتوب. فين ما انا وانا بعمل له انستول ما اخترتش ان هو هيظهر على الديسكتوب، فهعمل ايه؟ خلاص كده الدنيا باظت؟ لا، هدوس على الزرار بتاع الويندوز، تمام، اللي هو هنا ده، فيظهر لي دي، وهكتب بس اكس اي ام بي بي، هيظهر لي على طول اول واحده اكزامب كنترول، تمام. اكتب كده هتلاقيه ظاهر هنا عموما يعني. بس انت المفروض تكتب على طول في السيرش بار، تدوس على السيرش بار يفتح معاك، هيقوم فاتح لك الشاشه دي على طول. اول ما يفتحها بيقول لك الاباتشي والماي اس كيو ال فايل زيلا مش عارف مين التوم كات الكلام ده كله. انت مالكش دعوه بالكلام ده كله، انت ليك دعوه باول واحده الاباتشي والماي اس كيو ال. واظن شرحنا الكلام ده في بلاي ليست بتاعت الويب سيرفرز. هدوس ستارت، قال لي بلا بلا بلا، انا هشتغل اهو، حاضر تمام جميل، انا اشتغلت والماي اس كيو ال اشتغلت. طيب ببساطه كده لو انا دوست كونفج فبيقول لي بي اتش بي اي ان اي تظبطها من هنا، تظبط اعدادات الاباتشي من هنا، والماي اس كيو ال نفس الكلام من هنا. طيب عظيم جدا. ببساطه برضو عايز اقول لك ان الموضوع على الويندوز اسهل مما يمكن. انت كده خلاص بقى عندك الويب سيرفر، انت مش محتاج حاجه تاني، اعمل له ستوب هيوقف. طيب اشغله ازاي بقى؟ يعني افتحه ازاي واكتب كود بي اتش بي ازاي واتاكد ان هو اشتغل، تمام؟ طيب ببساطه كده عشان ترن الكود بي اتش بي على الاباتشي وتتاكد ان هو اشتغل، مش هتحتاج اكتر برضو من ان انت تفتح نفس صفحه الويب وتكتب 127.0.0.1، فهيجيب لك يا اما خطا في سكيورتي ان الموقع ده مش متامن، وده ما ينفعش بصراحه يعني يجيب لك الخطا ده، لان انت على الويندوز كده كده اصلا يعني، فعادي ان هو يجيب لك الخطا ده فما تقلقش يعني. وهيظهر لك الشكل ده اباتشي ومرايا دي بي اي والبي اتش بي والبيرل، بيقول لك يعني انا عملت انستول دول، سواء كتبت فوق لوكال هوست او 127.0.0.1. هنا بقى كانك بالظبط على استضافه خارجيه، يعني انت كده تقدر تحط موقع كامل وتشغله كمان، بس محدش هيشوفه غيرك، ده داخلي زي ما اتفقنا في الحلقه بتاعت اللينكس. طيب اجيبه منين؟ يعني افتحه منين؟ احط ملفاتي فين؟ في السي. هتلاقي هنا بص وانت بتدور كده اكزامب، هتلاقي هنا كده وانت بتدور جوه الاكزامب البي اتش بي بتاعتك الاتش تي دوكس، كانه استضافه بالظبط.
هتلاقي الملفات بتاعتك كلها هنا. فهعمل ملف جديد فايل نيو تكست عادي خالص، تمام، وهكتب جواه كود بي اتش بي، مش لازم تتعلمه بس انا هشرحه لك. هتعمل علامه اللي هي الكيرلي بريسز، عفوا الانجل براكتس او الانجل بريسز او جناحين الملاك اللي هم دول، تمام، علامه الاصغر من والاكبر من، وهتكتب علامه استفهام بي اتش بي. فانت كده بتقول له يا معلم انا هكتب بي اتش بي، هدوس انتر واقول له، او ممكن ما ادوس انتر اعمل سبيس عادي واقول له ايكو اطبع. هتطبع ايه؟ هقول له اطبع علامتين طبعا التنصيص دول عشان اكتب محمود جواهم، وهقفلها بسيمي كولون. ممكن ادوس انتر هنا عشان يبقى شكله حلو، وممكن اخليها زي ما هي كده، وادوس فايل سيف از. حفظ ك، يعني حفظ ك ايه بقى؟ في الملف اللي انا فيه ده هقول له ايه؟ احفظه كمحمود دوت بي اتش بي، ودي هخليها اول فايلز سيف. بس بقى عندي ملف عادي محمود دوت بي اتش بي اهو، جيت فتحته اتنين كليك هيفتح لي دي، لان مفيش حاجه بتفتح لي بي اتش بي عندي. هتقول لي طب ما انا ممكن اشده للمتصفح زي ما كنت بعمل مع الايه، مع الملفات ال HTML. اهو مش هيفتح معاك وهيقول لك حمله الملف ده، انا مش هعرف اقراه، مفيش حاجه اقراه. طيب افتحه ازاي؟ كانه موقع بالظبط، لوكال هوست سلاش محمود دوت بي اتش بي. نفتح الناحيه الثانيه 127.0.0.1 محمود دوت بي اتش بي. بصوا زر كلمه محمود اهي، زر كلمه محمود اهي، تمام. اي كود بي اتش بي بقى هكتبه هيقراه على طول، وبكده انا عملت انستول للويب سيرفر بتاع البي اتش بي من غير اي مشكله ومن غير اي حاجه. تقدر بقى تغير الاعدادات، تقدر تعمل كل حاجه انت عايزها. لو دوست كونفج هنا، هنا هيجيب لك الاعدادات بقى، ان انت تغير اللغه، ان انت تغير البورت، ان انت تستارت حاجه اوتوماتيك. الكلام ده كله احنا شرحناه طبعا في البلاي ليست الثانيه، والكلام ده كله. اي مشكله طبعا تواجهك مش محتاج اقول لك، نزل لنا في الجروب بتاعنا على طول، انا موجود معاكم يعني 24 ساعه، مش هتحتاج اكتر من البرنامج ده حرفيا. الموضوع جميل جدا وبسيط جدا، ومش هتحتاج اي حاجه تاني. بس كده انت جاهز. ولو عايز طبعا انا محمل الفي اس كود ومحمل بي اتش بي ستورم على الويندوز، نفس الكلام، هو اللي على لينكس، مفيش اي فرق تماما، حرفيا مفيش فرق. بس ف ما اظنش ان هيواجهك اي مشاكل تاني. ده كان بساطه كده الدنيا على الويندوز، معلش انا مفتحش الويندوز كتير، فممكن تلاقوا بس الدنيا سريعه شويه. فباذن الله اشوفكم المحاضره الجايه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.